ولذلك احنا قاعدين عشان نفرح بحضرة النبي، وقلنا ان اول حاجة نفرح بيها عشان ندرب نفسنا ونعلم نفسنا ان احنا نجدد فرحتنا بحضرة النبي، كان اول حاجة ان احنا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كتيرة بتقولوا واحنا ما نعرفش رسول الله. رسول الله اوسع من ان حد يعرفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج ان انت تعيش معه عشان تعرفه على الدوام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعرفش بالقراية، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف بالحياة، لان حضرة النبي حياة. فلما ابتدينا نعرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدينا نعرف نعمة حضرة النبي، لازم نأكد على كده، حضرة النبي نعمة. حضرة النبي مش فقط جاءنا برسالة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لازم في كل ربيع وفي كل نفس وفي كل يوم نتعرف على نعمته صلى الله عليه وسلم. عرفنا نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني حاجة لابد أن نذوق نعمته صلى الله عليه وسلم. إزاي نذوق نعمته؟ حضرة النبي بعرفنا عن نفسه يقول إنما أنا رحمة مهداة. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تعيش طول الوقت وأنت حاسس إن كل الرحمة اللي بتحصل لك دي سرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم تدوق ده. تدوق ده إزاي؟ تدوق ده لما تكون قلبك موجوع فتجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك شيء يطيب خاطرك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وتفهم أن ربنا فعلا بسر حضرة النبي فتح لنا كنوز الرحمة، فتح لنا كنوز الرحمة فبقينا في رحمة الله، وكتب ربكم على نفسه الرحمة. فيبقى الحال هو إيه؟ أن أنت في رحمة على كل حال، أنت في رحمة على كل حال. وده معناه إيه؟ دوق بقى الرحمة. دوق الرحمة في أنك أنت تمشي مع حضرة النبي. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا كنز فتحه لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنز أن أنت تكون مرحوم وبترحم. هذا الكنز فتح بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده لابد أن تذوق هذه الرحمة. وإحنا عشان ندوق ده بقى، تعالوا بقى ندوق رحمة حضرة النبي وجمال حضرة النبي ونور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بس المرة دي هنشوف وندوق جمال حضرة النبي لما يتصل بالأرواح بقى، لما جمال حضرة النبي ونور حضرة النبي ونعمة حضرة النبي تتصل بصوت موصول بالسماء، الصوت اللي متغذي بأنوار حضرة النبي. أنت بتشرب إيه يا شيخ إيهاب؟ بتشرب نور ولا إيه؟ ازيك يا شيخ إيهاب؟ انا بحبك. بنانها من سيد بنانها من انواركم يا سيد. ايه؟ بنانها من انواركم يا سيد. والله يا مولانا انا اللي بحبك جدا جدا يا شيخ إيهاب. احنا بنتكلم دلوقتي على تاني حاجه بتخلينا نستشعر نعمه رسول الله. احنا جايين السنه دي عايزين نجدد في الناس ان هي تستشعر نعمه رسول الله، لان في الناس دلوقتي متصورين ان حضره النبي بس اتانا بسنته واتانا بالتشريع وانصرف. لا، حضره النبي نعمه وما زلنا نعيش فيها. نصلي عليه. ايه بقى سيدي ايهاب، ايه تسمعه لنا يخلينا نستشعر نعمه حضره النبي؟ يعني ربنا يفرحنا اولا بحضره النبي. يا امين يا رب العالمين. نفرح حضره النبي بينا يا رب، لان احنا ما ينفعش يعدي علينا هذه الايام الا وان نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا رب فرحوا بينا زي ما احنا فرحانين بسيدنا يا رب. فرح الزمان اليوم حان الموعد وعادت لنا ذكراه وعاد المولد. الله الله. فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكرى وعاد المولد وأطل نجم في السماء صلى الله عليه وآله الحلم وسلم. والخلق العظيم صفاته صلى الله عليه وسلم، وله الكرامة والعلا والمحتد. بشرى لآمنة فإن وليدها
للناس محمود وفيهم أحمد. الله. يا أمة الإسلام هذا دينكم هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واسترشدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين.